مرة أخرى بنعود إلى حضراتكم وبجد التحية والترحيب بالزميل والصديق العزيز الأستاذ عادل حمودة الكاتب الصحفي. وقبل الفاصل كنت بسأل حضرتك على فكرة هذا السلاح الذي يشهر في وجه أي من يريد أن يخالف إسرائيل. هذا السلاح، بس احكي لي الأول حكاية الجامعات ده حصل فيها إيه؟ هقول لك بس الحقيقة السلاح ده وج يعني لقيته في وش أنا شخصيا. أنت شخصيا؟ أيوه، كتبت مقالة في الأهرام في صيف 2002 كان اسمها فطيرة دم من فطيرة يهودية من دم الفلسطينيين. فإذا بمنظمة يهودية في فرنسا بترفع علي أنا والأستاذ إبراهيم نافع بصفته رئيس تحرير الأهرام قضية بمعاداة السامية. وهناك قانون في فرنسا اسمه قانون جيسو فابيو، هذا القانون يتيح للمنظمات اليهودية في فرنسا أن تقاضي أي إنسان على وجه الأرض. أنا موجود في مصر لكن بتحاكم في فرنسا. إذن أنت بتتحاكم في مقر المنظمة وليس حتى. وبعدين تدخل الدكتور علي الغتيت وتولى الدفاع عننا. الغريب هنا بقى أنه قال أن والله النقد الذي وجه كان وقد للديانة اليهودية وليس لمعاداة السامية. إذن يسمح لك بأن تنتقد الديانة؟ يعني هو مقبول أن تنتقد الديانة اليهودية لكن مش مقبول. لكن مش مقبول أنك يبقى إذن لازم نفرق هنا بين اليهودية. ده كده كما لو كان هناك ترتيب غير يعني يعني الديانات كلها الديانات السماوية الثلاثة هي من تنزيل رب العالمين، فلها لها قدسية خاصة. انت كنت بتنتقد طقس يهودي، ما كنتش بتنتقد الديانة نفسها اللي نازلة نفسها يعني. فهم قالوا انه ده انتقاد لليهودية وليس لطقس يهودي وليس معاداة للسامية. هنا بنفرق بين الصهيونية ومعاداة السامية واليهودية. اليهودية هي ديانة، والصهيونية هو مشروع سياسي اتعمل من أيام هرتزل لإنشاء الدولة اليهودية أو الصهيونية. إيه بقى معاداة السامية؟ هو موقف أو سلوك أو بالكلام أو بالعنف أو بالرأي أو بالتصور ضد اليهود، اليهود بشخصهم مش اليهودية كدين، اليهود. هنا بقى بنجد أن الأزمة في أمريكا حادة جدا. المظاهرات التي خرجت من الجامعات واللي كان أكتر من 70% من شباب أمريكا ضد بايدن فيها وبيتهموا أنه هو سفاح، هذه المظاهرات أثارت غضب اللوبي اليهودي والجماعات اليهودية. قالت إيه بقى؟ قالت أنه لا، ده في بقى هنا معاداة للسامية. فحصل أن في سيدة عضو كونجرس اسمها إليزا قررت أنها تعمل جلسة استماع لثلاثة من رؤساء الجامعات في أمريكا، منهم هارفارد ومنهم بنسلفانيا ومنهم المعهد التكنولوجي الشهير في أمريكا MTI. بس إحنا هنا بنتكلم على هارفارد، يعني التي هذه المؤسسة التعليمية على جامعة هي جامعة في أمريكا. وهارفارد دي اللي هي وطن اللي هي قمة يعني. وبدأت أنت لما تشوف الفيديو بتاع الحوار اسمها كلودين جاي اللي هي الست اللي اتسألت بتترأس هارفارد. لا انا بتكلم على الليزا دي اللي هي عضو كونجرس جمهوري عن نيويورك. لو شفت الفيديو قل لي يس اور نو، نعم او لا، هل تعتبر ما حدث ده معاداة للسامية؟ فالست تقول لها رئيسة جامعة بنسلفانيا تقول لها ما هو المسألة في السياقة، تقول لها ما بفيش حاجة اسمها سياقة، يس اور نو، نعم او لا. يعني كانت النتيجة انه رئيسة جامعة بنسلفانيا قدمت استقالتها. وبدأت ضغوط تأتي من رجال الأعمال اليهود والشركات اليهودية والشركات المتحالفة مع اليهودية بأنها تسحب التمويل اللي بتقدمه للجامعات. الجامعات دي عايشة على كمية التبرعات. ففي واحد قام الصبح وراح سحب 100 مليون دولار. 100 مليون دولار بيسحبها من جامعة زي جامعة بنسلفانيا. خلاص ده جزء كبير من الدعم والأبحاث. خرجت يا عيني السيدة رئيسة جامعة هارفارد بعد ما وقفت وصمدت بدأت يجري تهديدها بالاستقالة. فإذا بيها بتقول أنا أسفة جدا، أنا الحقيقة ما عرفش أشرح نفسي،
حبت تنقذ نفسها، ولكن في النهاية فقدت صلاحيتها كمربية وكمديرة لأهم، إنها إذا ما كانتش عارفة تشرح نفسها فكيف ستشرح أو تربي أجيال يعني. وبالتالي نفس الشيء حصل بالنسبة إلى رئيس الجامعة التالي. تمام. هنا بقى بدأ حاجة مهمة جدا تحدث في الكونغرس. بعد الحرب وبعد التظاهرات دي خرج تعديل لقانون اسمه قانون المخصصات. قانون المخصصات إيه؟ هي الميزانيات اللي بتروح للجامعات. القانون ده الميزانية الفيدرالية أو المركزية في أمريكا بتخصص للجامعات ميزانيات. فقررت قالت إن الجامعة اللي هتقف موقف في معاداة للسامية في الجامعات الأمريكية هيجري منعها من هذه المخصصات. شيء غريب جدا يعني. طبعا جزء كبير جدا من هذه الجامعات هي جامعات غير حكومية، مش جامعات أهلية، إنما جامعات بتعتمد على جزء من الدعم الدولة، جزء من التبرعات أو الفنز أو مجلس الأمناء وما إلى ذلك. وقدم التعديل واحد اسمه مايكل لومر، ده عن نيويورك برضو. وده غريب جدا يعني. هنا بقى لجأتنا إنه كل التعليقات بتتكلم على إيه؟ إن هذا تقييد لحرية التعبير، حرية البحث العلمي وحرية التعليم، إنه ده بيربط الأموال الفيدرالية التي تتلقاها الجامعات عند مجرد الاشتباه بأنها تروج لمعاداة السامية. اشتباه. وبالتالي كان هنا أن منعت الجامعات المظاهرات المساندة للفلسطينيين وسمحت فقط بالمظاهرات المؤيدة لإسرائيل. يعني إذن المطلوب هنا أن تكون مؤيدا وفقط. الغريب بقى حاجة مهمة. الغريب قبل جلسة استماع طلع بيان من 42 منظمة يهودية أمريكية وإسرائيلية. يعني منظمة يهودية أمريكية وهي أيضا منظمات إسرائيلية. قالوا بيان طويل جدا، لكن أهم اللي قال فيه أن رؤساء الجامعات لا يمثلون وجهات النظر الطلاب وليس لهم السيطرة على عقولنا وألسنتنا. يعني أنتوا بتحكموا الذين لا هم ما لهمش أي تأثير، وبالتالي لو شلتوهم إحنا أو كطلبة أهم يعني. لابد من وقف جهود الكونغرس لإدانة الانتقادات الموجهة لإسرائيل. ده البيان بتاع 42 واحد. لابد من تأكيد الكونغرس على حرية التعبير خاصة بالنسبة للفلسطينيين أو لفلسطين. على قادة العالم أن يستمعوا إلينا فنحن ثنائي يعني العالم. يعني البيان ده كان مؤيدا للرؤساء الثلاثة للجامعات، يعني كان داعم ليهم مش كده؟ البيان داعم لهم. البيان داعم لهم. انا فهمت غلط. لا البيان داعم لهم،